قبل أن أموت أريد أن أتدبر القرآن مع إخواني وأخواتي من المسجد الأقصى المبارك، وهو محرر بين أيدي المسلمين. هذه هي الغاية القصوى التي أستطيع أن أفكر فيها الآن، والتي كنت أرجوها خلال 3 سنوات الماضية أثناء حظر التجول بتاع كورونا. وكنت أدعو الله أن احنا نختم في المسجد الأقصى، لكن يبدو أنها تكون الختمة القادمة إن شاء الله بإذن الله.